اليوم سنتحدث عن واقع مياه الشرب المعبأة. مياهنا تطلع من الآبار عندنا سليمة 100%. أفضل طريقة لتعقيم الماء بالعالم بالأوزون. إذا ما عندهم كيميائي دقيق يحدد كمية الأوزون. بس أنت جابوا لك أكثر من عينة، أخذوا منك أكثر من عينة ولقوا عندك زيادة أنهم يبون 10 وفوق العشرين. لما تعلن عن عدم صلاحية منتج يتأثر المصنع بشكل كبير. ضرورة اللي نشرب فيها معالجة أنها ينحط فيها ماء في بيئة حارة. المشكلة كبيرة وعويصة للأسف، ما عندنا وعي بالشيء هذا. طيب وقلت أنه عام 2019 اشترطوا وجود الآيزو 22000 لتنظيم العمل داخل المصانع المياه. أين هم منذ تأسيس المصانع؟ عندك مشكلة معاهم أنت؟